هناك الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تدل على أهمية الثقافة في مدينتنا التي تتنوع تبعا لأهدافها ومجالاتها الثقافية والفنية. بفقرتنا الحوارية الثالثة لهذا اليوم نسلط الضوء على مبادرة نوعية لأشخاص جمعهم عشق الحرف والشغف بالمعرفة لتتحول المطالعة بالنسبة لهم من هواية فردية إلى نشاط اجتماعي. يسعدنا أن نرحب بالسيد طارق سلمان مؤسس مبادرة اقرأ معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا صباحك. الله يسلمك. صباح الخير. اهلا وسهلا يسعد صباحك. صباح الخير. اهلا. بدايه لو نعرف من حضرتك عن مبادره اقرا معنا وشو هي اهدافها؟ مبادره اقرا معنا هي مبادره تطوعيه لنشر ثقافه القراءه بين مختلف شرائح المجتمع ورفع الحس النقدي عند كل القراء، بما انه القراءه معنا فعل واحد او فعل، خلينا نعتبرها هي فعل جماعي، هي بالعاده هي فعل فردي، بنحولها لفعل جماعي ونتناقش بالكتاب اللي نقراه. حلو. ايمتى تبدا اساس هذه المبادره؟ يعني عدد المشاركين فيها ايضا حاليا بالوقت؟ المبادره تاسست من حوالي السنه مع مجموعه من الاصدقاء والادباء. انا بخص بالذكر الاديبه الشاعره ساره حبيبي اللي ساعدتني بالجلسات، ولحد الان هي تساعد في تنظيم الجلسات وفي دعوه الاصدقاء والادباء. نجتمع حول كتاب معين، نناقشه، نطرح الآراء حوله، نتبادل الآراء المختلفة حول هذا الكتاب، ونتشارك ثقافة القراءة في هذا العمل الجماعي. جميل. هل هناك شروط للمشاركة في هذه المبادرة؟ وإذا كان هناك شروط ما هي؟ يكفي أن تكوني قارئة الكتاب. نعم. الكثير من القراء والمشاركين يرغبون بنقل آرائهم وتجاربهم حول الرواية التي قرأوها، ونحن نتسمع على هالآراء كلياتها ومنحاول نناقشها بطريقة جميلة. تمام. رح نحكي أكثر عن هذه المبادرة وعن طبيعة الكتب اللي عم بيتم النقاش فيها من خلال جلساتكم، ولكن رح نكون مع استطلال الزميلة عائشة عبيد عن مبادرة اقرأ معنا، منتابع سوا بالدقائق القادمة. نحكي شوي عن أهمية هاي المبادرة وأثر هالمبادرة في الإقبال العديد من الشباب على القراءة. يمكن في كتير مبادرات عم يحاولوا يشجعوا القراءة، بس نحن بدنا نشجع نوعية معينة من القراءة، نحاول نطلع من الانطباعية لا شكل أكثر عمق بتحليل الكتب. يعني ما نقول الكتاب عجبني حلو وما حلو، لا، نحاول ندخل بعمقه بطريقة السرد، باللغة، ببنائه الدرامي، بالأفكار اللي موجودة فيه، الأفكار اللي خارجه اللي مرتبطة فيه بهاي الطريقة. وبظن أنه هذا كتير يتحقق، وفعلا صار في نتائج كتير إيجابية. يعني في أشخاص إجوا معنا كانوا بس انطباعيين، اتطورت تجربتهم من خلال المبادرة. الشيء الجميل في هذه المبادرة أنك أحيانا يعني يعرض عليك عمل قد لا يكون له يعني هذه القيمة الأدبية أو هذا الثراء، فأنت تجلسين يعني حتى ثم تستمعين إلى رؤى الآخرين، إلى قراءة الآخرين. يعني هنا ينفتح أمامك أفاق جديدة للنص. شيء من الشيء الجميل أيضا في هذا أنها يعني لا نقرأ نمطا محددا، لا نقرأ لونا واحدا. المبادرة سمحت لنا أنه نحن نكون أشطر بالقراءة النقدية، يعني نعرف الكتاب الكويس عن جد اللي مكتوب بتكنيك كتير خارق. نقدر عن جد نشارك بعملية الكتابة حتى لو هو كتاب جاهز، بس نحن عم نتمكن نعرف وين الأخطاء أو ما الأخطاء، يعني أنه وين الثغرات اللي أنا هذا الكتاب ما قدر يوصل لي إياها أو ما قدر يضوي عليها. عم يكون في عندي مخ تاني عم يشتغل، ما بس أنا عم يكون هدف بس عم يستوعب عم يقرأ وخلص، عم بقدر حلل الشيء اللي أنا عم بقرأ، عم بقدر فكر فيه، عم بقدر أخذ الزبدة اللي عن جد لازم توصل لي. أهمية هاي المبادرة أنه غيرت طريقتي بقراءة الكتب. صار لما بيقرأ أي كتاب أنه بتطلع أنه شو ممكن يكون المقصود هون في هاي، فحولتني من قارئ باسيف أو قارئ يعني بس متلقي، تحولت لحدا بيشارك بعملية القراءة، بيشارك بالنقد للكتاب اللي عم يقرأه. المبادرة هي عبارة عن قراءة الكتاب من وجهات نظر متعددة، هذه تغني القارئ وتغني الفهم الذي يستنتج ويستنبط من هذه الحالة. الحالة الجميلة التي هي أنها المبادرة تستضيف أيضا هي مؤلف العمل الكاتب والناقد، وهي عبارة عن لبنة أن نعتبرها أنه
تنتقل إلى الوسط الاجتماعي، أن تدرج في 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 بثقافة الناس القراءة. يعني تابعنا هذه الآراء بالمجموعة اللي موجودة من خلال هذه المبادرة، آراء إيجابية فعلا، في تطور بالأفكار وتشاركية. يعني عادة بتكون هذه القراءة يعني نشاط فردي، نشاط حر، شو الفرق لما بتكون أشخاص مجتمعين حول كتاب واحد وعم بيتم نقاش بهذا الكتاب؟ هو مثل ما ذكرتي، القراءة نشاط حر ونشاط فردي، لكن كل قارئ يقرأ بثقافته، بلغته، بتنوع المعارف التي يقرأها. وعندما نتبادل الحوار، كل يطرح رؤيته للكتاب. القراءة الجماعية تفيد بنقل أحيانا أفكار خافية على القراء الآخرين، من نبهنا عليها بصير تذكير فيها أكثر، بتصير كل واحد عنده قراءة أخرى للكتاب. وأحيانا في كتير أشخاص بعد ما يخلص الحوار بدنا نقرأه مرة تانية الكتاب. حلو. في شيء تاني ما شفناه. حلو. يعني احنا من خلال هيدا التقرير يعني شفنا مجتمعين انتوا ربما بأماكن محددة بتجتمعوا فيها بشكل دائم لحتى تتم القراءة بشكل طبعا جماعي. كيف بتتم القراءة بشكل جماعي؟ كيف انتوا بتجتمعوا؟ مين هن المشاركين خلينا نقول اللي عم بيكونوا معكم بكل طبعا اجتماع؟ هلا حاليا نحن نجتمع بمقهى ناي كافيه بدعوة كريمة من الأستاذ أنس إسماعيل، اللي كانت مساهمته للقراءة في اللادية أنه يكون يقدم المكان. شكرا جزيلا له. طبعا ونحن منفتحون على أي مكان يتم دعوتنا للالتقاء به. أحد المرات كان اللقاء بجبلة في جاليري عامر للفنون الجميلة، وكان لقاء حول كتاب معين. الدعوة بتتم عبر صفحة اقرأ معنا في اللاصقية على الفيسبوك. نقترح كتاب، ندعو ونضع مكان وزمان اللقاء أو الحوار حول ذلك الكتاب، وفي الموعد المحدد يقدم كل منا قراءته للكتاب. القراءة عادة احنا بنتبع، ما بنحاول نعطي منهجية معينة، كل كتاب منهجيته الخاصة. كل شخص قرأ الكتاب ممكن يقدم رؤيته، فكرته، المحور اللي بيحب يحكي فيه، ومنسجل بنود المحاور طبعا لمن يرغب. لأنه هناك أشخاص نحن جايين نسمعوا، بس جايين نسمع ونشوف، وغالبا هدول الأشخاص اللي بعدين بيشاركونا بعدين بجلسات الأخرى. بصير عنا مجموعة بنود مناقشة خلال الجلسة موجودة. والشرائح العمرية الموجودة ضمن أي جلسة بتكون هي بتنتمي على طبيعة الكتاب اللي تم اقتراحه للقراءة؟ تختلف يعني، بيختلفوا عدد الأشخاص. الكتاب غالبا هو اللي بيفرض الشرائح العمرية مختلفة. يعني إذا لاحظت في شباب، في أشخاص كبار في السن. جميل جدا. طبعا احنا بنتمنى ان يكون نستهدف فئه الشباب اكثر، بس اي شخص او اي حدا حابب يشاركنا اهلا وسهلا. كيف بيتم اقتراح الكتب واختيار الكتب من اجل طبعا قراءتها؟ فينا نحن لجنه قراءه بتحدد مجموعه مقترحات، مجموعه كتب، شو الكتب اللي لازم نقراها بخلال الفتره القادمه. هي اللجنه فبنحدد هالكتاب او هذا الكتاب الاهم. طبعا هو في منحة، هذا المنحة بيتضمن انه نحن لازم يكون عندنا ما بشكل يعني مره كتاب مترجم، مره كتاب باللغة العربية، او خلينا نعتبر رواية عربية ورواية مترجمة. تماما، لانه طبيعة الكتب اللي عم تقرأوها هي روايات. وذكرت كنا عم نحكي تحت الهواء انه انتم بتستضيفوا احيانا حتى الكاتب او حتى المترجم. تمام. هي كانت تجربة جديدة. القارئ لما بيكون في أمامه المؤلف العمل، الحوار بيختلف. بصير نوع من الحوار حضاري حتى بين القارئ وبين الشخصيات. يعني بصير يعني معظم الكتاب اللي استضفناهم واجوا لعنا، أول شغلة قالوا لنا نحن نكون قراء، نقرأ معكم، نسمع، نتداول. يعني ما مو ضروري يكون الكاتب هو ما يترأس هيدي الجلسة.
لا لا الكاتب يعني معظم الكتاب اللي اجوا سواء الكاتبه نسرين خوري او اي كاتب اخر اجوا جلسوا نحن حابين نقرا معكم شو رايكم. طبعا نحن بنخيل الكاتب انه بتحب تحكي بتحب انه تناقش المتحاورين غالبا هو عم بيحاول يناقش وعم يتبادل الاراء. تمام عم بيكون هناك تناقضات واختلافات وايضا بوجود الكاتب يعني خلينا نتحدث اكثر عن هذه الخلافات اللي ممكن انها تصير او كيف ممكن انه الكاتب هون يبين وجهه نظره. يمكن يعني الكاتب يستطيع ان يطرح رايه غير ممكن المترجم او اي احد اخر او اي شخص اخر. طبعا. خبرنا عن هذا الموضوع. اولا الاختلاف ضروري. الاختلاف هو مشان نستفيد من بعضنا نحن لازم تصير مناقشات حاده ولا لا ما لها دخل الحوار. هلا الحوار حاله حضاريه. الحوار هي قبول الاخر فالاختلاف ضروري وضروري والاختلاف هو اللي بحرك الحوارات بين الاشخاص. يعني ممكن القراءه اللي انت تشوفيها الشخص الاخر ما يشوفها او الشخصيه ما يشوفها. والكاتب لما بيكون معنا هو عنده وجهه نظر للاحداث احيانا في وجهات نظر هو ما بيشوفها القراء بيشوفوها والدراسه مع انه هو كاتبه لانه في نظريه بتقول انه الكاتب هو يعني هو بس يقدم الكتاب والشخصيات هي اللي بتحرك بالكتاب. حتى احيانا لما كنا نستضيف استضفنا مترجمين المترجم كان عمله انه يعطينا فكره انه عمليه نقل اللغه هو كاملك نص فقط اصلي نقل. نعم. وصار في عنا قراءتين اللغه باللغه الاصليه وباللغه المترجمه كمان استفدنا من آراءه واستفدنا بعملية القراءة. استضفنا مترجمين مهمين مثل الدكتور ثائر ديب مثل الدكتور فؤاد المرعي عن اللغة الروسية عن اللغة الإنجليزية أعطونا أفكار رحبة حتى بالقراءة لأنه النظرة هون صارت نظرة خبيرة تماما فبيعطيكي فكرة حتى بقراءة الأعمال الأخرى. حلو. هيدي المبادرة كيف وطدت العلاقة بين المشاركين؟ يعني في عندكم مبادرات تانية غير القراءة عم تعملوا نشاطات أخرى؟ هلأ المبادرة هي القراءة النشاط فقط. الأساسي هو القراءة. بنشاط القراءة نحن بداية ممكن نبلش أول شيء بالتعارف تعارف بالأسماء. هي أول سبيل لتوضيط العلاقة بين الأشخاص. المشاركة والحوار بتعزز هاللقاء وبتزيد حتى ممكن تصير صداقات بين المتحاورين والمتشاركين. تمام. خلينا نحكي أكثر عن اختياركم للكتب. هل عم تكون فقط هي الكتب الأدبية أم هناك كتب علمية أيضا يتم اختيارها؟ نحن بنختار حاليا الروايات شاملة تشمل جميع الأفكار جميع المعتقدات جميع الآراء. نحن منفتحين على أي كتاب آخر ممكن يكون مقترح لأنه هي مبادرة قراءة هي تشجيع القراءة أو رفع الحس النقدي. إنه أكثر كتاب أو خلينا نقول رواية أخذ أكبر مجموعة من القراء أو المشاركين؟ هلا الرواية النقاش الماضي كان حول ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة. كان له آراء مختلفة كان في حضور كثيف كان إذا لاحظتوا في شباب في أشخاص كبار في السن الكل عم بيعطي رأيه بهالعمل وحسب رؤيته وحسب أحيانا حكايات سته إذا بدك. حلو. مدة زمنية اللي بتعطوها لما بتقترحوا أي رواية عم بيكون في مدة زمنية لحتى تجتمعوا؟ نعم أحيانا حوالي 3 أسابيع أو الشهر حسب الكتاب حسب حجمه. يعني احنا بنراعي دائما حجم الكتاب اذا كان صغير او كبير والمده الممكن مقترحه لها. يعني بظل اليوم هالتطور التكنولوجي اللي نحن اللي عم نشوفه شو اهميه القراءه اليوم خصوصا عم تحاولوا تعززوا هيدا الموضوع بين الناس بين القراء وعم يكون فعلا صله تواصل بين الناس. نحن عم نحاول نستفيد من التطور التكنولوجي يعني مثلا بالقراءه. نعم. يعني الكتاب الورقي صار احيانا ثمنه مرتفع فاحيانا عم ننزل روابط بي دي اف على الصفحة. القراءة البي دي اف هي قراءة إلكترونية. القراءة الإلكترونية في كتير قراء هي موجودة بين الأيدي ممكن يقرأها ممكن يلاحظ عليها. نحن استفدنا من التقانة واستفدنا من التطور بتعزيز القراءة اليوم وأحيانا تعديل المزاج. يعني القراءة لما بيقرأ شيء رواية أو بيقرأ عمل أو بيقرأ فكرة وبيناقشها مع الآخرين بينبسط إنه هي الفكرة أنت عم تشاركني نفس الفكرة مظبوط. فهذا الشيء بيعطي روح للقراءة وروح لفعل القراءة وبالتالي كمان ما بتعدتوا عن الحداثة. يعني عم تنزلوا على
على وسائل التواصل الاجتماعي هيدا الروابط للكتب خلينا نقول. تمام. اي شخص ما بيقدر يمتلكه للكتاب ورقيا علما بانه القراءة الورقية اجمل على ما اعتقد. هلا القراءة الورقية اجمل انا معك، بس ما انا متوافرة حاليا. واحيانا الكتاب يكون غير متوافر، احيانا احنا عم نختار كتب حديثة، هاي الكتب الحديثة تحتاج الى روابط الكترونية، فالهدف هو تعزيز القراءة ونشرها على أوسع نطاق، وهذا يوفره القراءة الإلكترونية. تمام. برأيك للكتب إلى عمر أو مدة صلاحية معينة أو لا؟ لا، الكتاب ليس له عمر، بالعكس أحيانا في كتب ممكن ينسى أحيانا. في كتب إذا بدك تشوف الكتب القديمة أو كتب روايات قديمة، كل قراءة هي قراءة جديدة. تماما. نعم. هلا في كثير من الناس دائما بياخذوا الكتاب خلينا نقول من عنوانه دون النظر الى مضمونه او طبعا. الى عمق هذا الكتاب، مثل ما ذكرت يعني صبية بالتقرير انه انا دخلت بعمق الكتاب ليس فقط من على الواجهة او العنوان. قد كثير مهم اليوم يعني التسويق والترويج للكتاب، لما نحن بدنا نروج لكتاب ونسوق له ليس فقط بعنوانه وانما بمضامينه ومعاني الكتاب. هون دور مبادرة القراءة. يعني إذا بتلاحظي إنه مبادرات تسويقية تعتمد أحيانا على كتب معينة، على رسائل معينة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر هذه الكتب، مبادرة القراءة تتيح قراءة هذا الكتاب، التعمق في مضامينه، توضيح رموزه أو الرسائل الموجودة فيه، وتعزز التوجه باتجاه هذا الكتاب أو كتاب آخر. هل العنوان بيحكم على الكتاب؟ العنوان لا يحكم أبداً على الكتاب، مضمون الكتاب، مضمون الكتاب موجود بين الكلمات وبين الحوار وبين القراء، بين آراء القراء، كل القراء. فكل قارئ أحياناً في كتب ممكن إحنا نعتبر أنه هو كتاب بسيط أو كتاب لا يستحق القراءة، أثناء القراءة وأثناء قراءة الشباب تحسي أنه في نقاط أنا ما شفتها بالكتاب، هن شافوها، فأنا بصير عندي حافز أنه كمان بدي أشوف لهالقراءة، نرجع نعيد القراءة، ورجع عيد القراءة مرة ثانية. مثل ما قلت لك في كتب كتير نحن بعد القراءة الأولى بعد الحوار قرأناها مرة ثانية، حتى أحد المترجمين بعد ما سمع آرائنا قال أنتوا حببتوني بالكتاب، أنا بدي أرجع أقرأه مرة ثانية. أهم الأدباء السوريين اللي قرأتوا لهم بجلساتكم وبهذه المبادرة؟ هلأ كان في تنويع بالنسبة، بما أنه كان في عمل مترجم وعمل عربي، يعني في صدف كاتب نسرين خوري كانت موجودة وصدفناها، في الكاتب خليل صويلح صدفنا له، في الكاتبة دكتورة شهلة العجيلي بأحد رواياتها قرأناها وتناقشنا حولها، وفي روايات عربية مثل قرأنا لنجيب محفوظ مثل رواية ميرمار، وفي روايات مترجمة مثل ميلان كونديرا، ومثل ما شفت آخر شيء لما جينا ألف ليلة. تمام. وخلينا نحكي عن الأدباء الشباب، يعني ذكرت حضرتك أنه كتير يعني مهم كنت تتوجهوا للشريحة الشبابية اليوم، نحكي كيف عم يكون اهتمام الأدباء الشباب بمطبوعاتكم؟ تمام. هلأ نحن القراءة هو فعل قديم، الأشخاص اللي كانوا يقرأوا هنا آبائنا وأجدادنا يمكن كان عندهم القراءة أكثر لأنه ما كان في وسائل تواصل اجتماعية بتلهيهم، فالفئة المستهدفة عنا هي الأكثر هي الشباب. السنة بهالمبادرة نحن عنا توجه باتجاه الأدباء الشباب، المترجمين الشباب والكتاب الشباب. بدنا نحاول نستضيف الكتاب الممكن نستضيف وجودهم يكونوا موجودين معنا، يعطونا فكرة عن أعمالهم وقراءتهم للعمل ويسمعوا آراء القراء. تمام. نحن بنشوف أنه هي طريقة لتشجيع الأدباء الشباب على الاستمرار بهذا النهج وتشجيع لفعل القراءة. حلو. بالختام إذا بدنا منك نصيحة لنا وللمشاهدين بعناوين كتب نحن نقريها، شو ممكن تعطينا عناوين؟ أي كتاب ممكن تقرأوه هو غنى، هو وحتى في كتب قديمة ممكن أنت لما تعيد قراءتها تمام رح تقرأيها بنفس جديد، لأنه كل كتاب هو عم يغيرك. فأي رواية بتقرأوها، أعمال الشباب، الأعمال السورية والأعمال العربية كلها قابل القراءة وقابل النقاش. حلو. نحن بالختام أكيد نتشكر جهودك معنا اليوم السيد طارق سلمان مؤسس مبادرة اقرأ معنا، شكرا لك. شكرا لك. صباح الخير. شكرا كثير لك أستاذ.